إن سهى فليعد إليه، يعني واحد يصلي نسي الركوع واعتدل، شو المطلوب يعمل إذا كان في الاعتدال تذكر تركه للركوع؟ يرجع بيركع، يركع. مجرد أنه تذكر تركه للركوع ينبغي أن يبادر إلى الإتيان بما سهى عنه. وكذا لو شك، لو شك أنا ركعت أو لا، ركعت أو لا، مجرد أن طرأ الشك عليه أن يركع، بمجرد أن طرأ الشك لا يؤخر. إن أخر الإتيان بما شك في الإتيان به بطلت صلاته. تبهتم يا أحبابنا؟ طيب، واحد ترك الركوع، اعتدل أو نزل من الاعتدال إلى السجود، ترك الركوع لنفرض، ثم سجد سجود الأول، جلس بين السجدتين، سجد السجود الثاني وقام لركعة بعدها، قرأ الفاتحة ونزل إلى الركوع، وهو في الركوع تذكر أنه ترك الركوع الماضي، فبيعتبر أنه هذا الركوع عن الركوع الماضي، وما بينهما لا يعتد به، لا يعتد به، لغو، ويمضي في صلاته. يعني بيكون هالركوع اللي وصل له مكان الركوع الذي تركه نسيانا، يكمل في صلاته كأنه ما نقص شيئا. إذن وإن سهى فليعد إليه إلا أن يكون في مثله، يعني إلا أن وصل إلى مثله أو بعده، يعني أو بعد المتروك، فتتم به ركعته ولغى ما سهى به. يعني هذا الذي أتى بينهما أليس سجد وجلس وسجد، هذا لا يعتد بما بين المتروك والمأتي به، لا يعتد به، يعني كأنه ما عمله إلا بعد أن ركع. فلو لم يذكر تركه للركوع إلا بعد أن ركع في القيام الذي بعده أو في السجود الذي بعده لغى ما فعله بين ذلك.